الحقيقة منا بعاد منا، بدنا بس القاضي طارق بيطار يطلع هالقرار الظني تنأكد هالحقائق ونمرق على العدالة بعدين. بس هيدا بفتكر بيكون أحلى نهار بحياتنا، بفتكر نهار اللي بيوصل هيدا النهار هيك رح نتنفس. صح، بفتكر رح نتنفس. صح، العدالة مش أمل، العدالة حق. العدالة ما عندها وقت، يعني بالنسبة لنا ما في شيء إنه لازم يتنفس بعد مثل ما وقتها قالوا الهبل إنه بخمس أيام. العدالة بدها تصير بالنسبة لنا، لو نحن حققناها أنا وتريسي أو أكسل ولد ابننا حققها أو ولاده حققوها، بس كان بدها تصير إنه نحن من هلأ لآخر حياتنا وحياة أولادنا إن شاء الله راح نضل ناضل لنوصل له. الناس تقول لك فشلته لهلأ بيوجع، والناس تقول لك أنا ما بدي أنصر صريح لأنه ما حدا عم بيسمع لكم. أنا بقول إنه اللي ما بيأمن بالعدل اللبنانية بالعليلة يأمن فينا نحنا كضحايا، ينسى اللي مسك لنا إيدنا